بالشيخ فاطمه. بالشيخ فاطمه اللي حرقت لها هذه الخيمه اللي ساكنه فيها يا مسفل قايله، وكل اللي في الخيمه حرق، كل فريجيدان كاع القش، كل القش والكوشه وكل. واللي حاضره معنا هي خت فاطمه. ايه تحكي لنا. احكي لي. السلام عليكم. اسمع وليدي، يكثر خيركم ويرحم والديكم والله يزيد في ايامكم. واللي قال لها ديرها مقبونه ما توليدات حد ما طلع ليها حرقت ربع حرقات حد ما طلع ليها ولا جهه. كثر خيركم وراها في زريبه قايز اللي دارتها تحرق فيها، وراها محتاجه ما عندهاش لو كان حيه ما عندهاش، وراها مسكينه وراها مراك انا الكبيره واختي دون مني راها راحت فيها ولا تمشي بالعكاز. الهم ضاع عليها، الناس تتعاون وكل شويه مساكينه ما عندها اللي يعاونها ولا حد يتكلم ولا يشوف، وانا اختها الكبيره وراني لها هنا في الدار. ورا لا تشوف وراها خارجه تعرف واحد خارجه تشوف وين صحة حرقت لها الزريبه قاعده تبكي. يا وكوكت كل الدنيا وعمرها ما تولادها، واللي حرقت ربع مرات ودير رابها ثلاث مرات ودير رابها توكوك لا يتشمع ربوزت المقفو عليا للرجاله اللي جوا شوف يا ربي الرجاله قبل الحمل ربي كفوا عليا انهم بدات لمكش قشوش هكا. لا اله الا الله. خرجت ما تشوفش. اكيد يا فاجعه ما تشوفش. ما تشوفش من تشوف انا خير من وشه وناقصه الشوف ناقصه من العشاء. طب احنا باش يكونوا في الصوره والمشاهدين يكونوا في الصوره انه حركت لها الزيبه حركت لها في الزيبه وقال لها عملت العمليه قبل هذا، وفي احد الجمعيات يعني قامت بهذه المبادره يعني بنات هذه الشومبرا ولا زوج يعني الله اعلم بجمعيه بشائر الخير ربي يجازيهم. امين. المهم ربي يجازيهم جمعيه بشائر الخير بنوا الشومبرا هذه ان شاء الله، ولكن مع ذلك هذه الشومبرا هذه ما تكفيش عندها غير من ذاك الباب، والمشكله انه هذه الزريبه كانت حاطه فيها الفريق وحاطه فيها كاع قشيشات حرقوا كلش والله يا الله. هذه هي لا نال لا دوله والو هكا البحمتي المحزومين الحي لا دوله والو هكا رد الضو. هاك تشوف انت الكابل تعطي السي وين؟ اعطي السي من احنا نتمناو اول شيء ايه الدوش طوالت ما كانش الدوش طوالت. حنا نتمناو اول شيء تمنوا من رئيس البلديه اللي هو شيخ البلاد ربي يحفظه ان شاء الله انه يشوف لهذ العائله هذه كاش ما يعطيهم اعانه ايه كاش ما يجلين في سكنه. والنداء الثاني اللي ورئيس الدائره ثاني هو انسان ما شاء الله ان شاء الله كاش ما يسعى فيه. وزيد الحاجه الثانيه انه الساده المشاهدون اللي كما حنا نقولوا اصحاب الخير هادو اللي حاب يساعد فرجيدان يبني لهم دوش وفيسي في سبيل الله، المهم اي حاجه خيركم يرحم والديكم ماناش مالين منكم. اه معليش قلت اللي حاب يساعد الحي يتصل بينا ويتصل بشخصنا الكريم ان شاء الله. قلت له قول منشور فيه تليفون وفيه كل حاجه اللي حاب يساعد في سبيل الله. كلمه التاليه اللي تقولها للناس اللي باقا تعاون الناس تاع الخير. انت تاع الخير اللي باغي الناس تقول كلمه اصحاب الخير يعاونوا راها يا ودي محتاجه راها محتاجه يكثر خيركم ويكثر خير اللي زادوا ونقصوا اللي طلطب كراعوا الحمد لله المولانا. وراها ما في حالهاش وراها مخلوع ضلت وكوك غير رجال كفحت عليها الماء والله ما غير رجال قيتوني كفحوا عليها الماء. الحمد لله بارك الله فيك ربي يحفظها ان شاء الله ويبارك فيها والحمد لله اللي نجات يعني بصحتها والله لا فرحنا كل الدنيا ان شاء الله الحمد لله. من يا وليد من يا وليد ان شاء الله احنا ماذا بينا الناس تاع الخير والناس تاع مولانا سبحانه وتعالى انه يزيد يكملوا الخير كما راكم تشوفوا هذه البنيه هذه اللي بنتها يعني جمعيه بشائر الخير ربي يجازيهم ثاني هما. ورانا في فصل الصيف يعني ماذا بينا احنا في رجيدان ويزيدوا الكوزينه وفيسي ودوش واجركم على الله. الساده المشاهدون استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ان شاء الله. وليداتي والديكم ويكثر خيركم.